السلام عليكم. والله يا معالي الوزير هذا فكرني في المعلم تاعي كي كنت نقرا في الابتدائي، كان يقرينا قميص وجحا. والله غير شي حير في الجزائر هذه، قال لك كي تحفر تلقى كنز او تلقى اثار او تلقى البترول، يقول لك ملك للدوله. بصح كي تحفر وتلقى ميت يقول لك تريك ثلثه. قال لك الجزائر الوحيده في العالم اللي تبيع البترول مع الغاز بسعر كيف كيف. احنا شفنا الدول المتقدمه الغاز هذا يبيعوه في الشتاء زي وفي الصيف زي، الا احنا هكذا. القانون الماليه تاع 2013 درتوا لنا بلان ديرجونس، كي ميت احنا صديق واحد مريض والله يكون بليسه غير شويه يدوه في لومبيلونس. احنا البلان ديرجونس هذا يقعد 10 سنين تاع محطات توليد الكهرباء في بعض الولايات في عين وسيره كما جهتنا احنا، خنجله مستغانم. هذا البلان ديرجونس اللي درتوه هذا مع سي بوطرفه نور الدين، روح شوفهم لك فاتوا 10%، راني مخطي انايا 9 ملاير دولار. فهمنا 9 ملاير دولار هذه وين راحت؟ هذه في قانون الماليه تاع 2013 تقول لك في التسويه تاعها. في 2013 رئيسة وزير العدل القمح الفاسد اللي جابوه من فرنسا، واش يجاوبني؟ يقول لي راه في العداله. هاو في العداله هذه قعدت 15 سنه ولا 4 سنين وراك واحد شفناه دخلوه الحبس في القمح الفاسد هذا اللي جابوه من فرنسا، ما كان والو. بنيتوا المطارات البيض سعيده كذا بين قهوه وقهوه تسيب قهوه، بين مطار مطار تسيب مطار. ها الشعب هذا يحوس على قطار، يلبد الدجاج، يلبد السميد، يلبد كذا، يروح يلبدها في الطيارات ولا كيفاه. انا حاجه اللي دوختني فيها التقارير هذه جبتهم الناس اللي خافوا واللي عندهم غيره على بلادهم. 700 مليار شطيح ورديح في 2015 كي تبداو تسرقوا كل يوم مليار، كل يوم مليار، نحسبوا بالخميس والجمعه والسبت هاي 365 مليار. 700 مليار بنيتوا هذا الزينيت هذا تاع القاعه فيها 3000 مقعد، 3000 شحال بنوا ب 2000 مليار. 2000 مليار هذه علاش درناها يومين وجات لنا هذيك تاع الشخبط شخابيط، عطينا 6 ملاير وراحت وسكرناها. مش قادرين نبنوا هاو تاع مدرمان هذيك، رحت الجلفه نلقى مصنع تاع الاسمنت بانيين فيه 70%، بقات له غير 30%. كي صارت افير تاع ام درمان تاع لافير تاع لاكوبا هذيك الامور مع المصريين خلاوه هكذا. شوف ما عندكم حق الشبعه، قادرين تشرو هذا المصنع؟ هاو شرو كيما شريتو جيزيرو، مش قادرين تشرو، قادرين تشرو كل شيء. انت راح من باباك تشوف باللي يقرا. انا هذه خضرت شفت التقارير، مصنع تاع شلف يديروا ليكستونسيون، واحد دواني قال لي هذه بلاد هذه، قال لي خلوها عام ما حبوش يخرجوا التوسعه باللاعتاد، ما حبوش يخرجوا. تعرف شحال سقمت لهم بيناليتي دروطار؟ سقمت لهم 27 مليار. واش يديروا المدير هذاك؟ حولوه الدواء البشر، قالوا راك شيف دو بروجي. وهذه الايامات هذو راح يجيبوا 300 ميل طون تاع اسمنت. وشحال في الاسمنت هذه تاع سودي سيدريب؟ هذه راح يعطوهم 3 اورو، لا لا يعطوهم 3 اورو لاطون، سمات بيزنيس يديروا امور كذا. وجا اليوم كما يقول لك الانسان، انا والله العظيم راسي حبس في البلاد هذه ما فهمتها. والله غير البارح قلت كان عندنا 200 مليار تاع في 2013 تاع صرف احتياطي وخلاها فخام الرئيس هذه في كي كان على ديدان. والله في 2013 كانت 200 مليار الصرف هذا، وين درتوا به؟ هذه قال لك الفاشل يفكر في المشكل، كما هو راه يفكر في المشكل هذا. هذا بدل قال اللغه تاعو هذا تاع بكري كان يقول لهم 1000 دولار يعطوها يروح واحد السياحه، بدل قال اللونجاج تاعو عاد كاع ماهوش يخدم كما بكري. ولا والناجح يفكر في الحل. كي عاد تقولنا باكزوم احنا بكري واش كان يقول لك؟ قال لك بكري والدينا يقول لك قول له صرف لي ما تقول له سلف لي. بكري كنا حاطين الصرف، كان يقول لك وقال لك اللي اعطى الحكم لولده حفر قبر بيده. شوف كي اعطيناها له دينا 40 مليون كاع نفحتوها قبور، يقتل فينا كاع هذا واحد كيما هذا. زيد العمال تاعك انت، هذا العمال تاع اللي راه تاع اضرار تاع لي زامبو، شوف كذا هو لعبها لهم. دخلت 100 مليون دولار في جيزي، داروا لهم ريدريسمون. عبالك باللي كانوا العمال تاع القطاع الماليه يدوا كي يديروها لي بريفي، يدوا باكزوم هذيك بيناليتي، يدوا منها كميه صغيره تاع يدوها شغل يعطوها لهم دي بريف. هذه الخطره كي دخلت ريدريسمون، واش قال لهم سي وزير الماليه؟ قال لهم هذه ما تفهموش عليها، لا تاع امور هذيك، قال لهم لا لا هذه ما تفهموش عليها كاع، هذه نعطيكم غير تاع الشعب، الساعه تاع الدولار لا لا ما عرفش يعطوني. تاع القطاع تاعك راه كاع درت تاع لي زامبو تاع المراكز الضرائب الجواريه هذيك، راهم مهجورين يكون فيهم قلع عنكبوت، راح افتحهم. ادوات العمل تاع الخدمين تاعك ما كانش. على بالك باللي يكون نقول لك والله يا معالي الرئيس الجمهوري فخمته كل يفطن ويرجع كما 2013 ويشوفك توازن المدينه يدور يعرج.
لا تقدر تقعد ما تخرجش لا غير حاب نزيد لك الوقت نزيد لك حاب تجي تهضر تفضل حاب تجي تهضر تفضل زيد وقعد تعمل تصريح وتروح.